وكان فعلا ديك الساعه جابوا داك التصميم، التصميم اللي فعلا بناء عليه دارت المبادره العقاريه. ولكن التصميم اللي شفناه في ديك الفتره ما شفناش في عين المكان فرق كبير. يعني ملي كنشوفوا الواجهه ديال المحطه وكان هذا حنا ما كنقلوش من هذا المهندس المعماري، ولكن حرام ان المدينه الجديده تكون عندها واجهه ديال المحطه الطرقيه بهذاك الشكل وكانها عباره عن دكاكين او كوري او كثر رحبه ديال الغلم. انا كنعتبر هذيك رحبه ديال الغلم ماشي محطه طرقيه، واللي خطر من هذا الشيء هو ملي كنجيو دركا وكنقولوا عندنا محطه طرقيه وكنشوفوا الامكانيات الماديه اللي دارت بها المبادره العقاريه، حرام. لان هذاك راه مدخل ديال المدينه، راه السياح ملي كيجيو لا الاجانب لا ولاد البلاد اللي من مدن اخرى كيجيو لهاد المدينه راه كينزل في المحطه، راه اول ملاحظه عنده باش يعرف المدينه واش في المستوى واش في المستوى، بغى يشوف المحطه الطرقيه كي دايره. ملي كيدخل كيلقى مقهى بجوج مترو، كيقدر كان يلقى مطعم، يلقى واش هذاك اوطيل؟ واش شفتوا الحاله ديال الاوطيل؟ اوطيل ولا لبتي فيه؟ انت في سبيل الله ولا لبتي فيه؟ ماشي تخلص، في سبيل الله ولا لبتي فيه؟ يعطيو لبسابي وكباتي ولا لبتي فيه؟ معرفتش هاد الناس علاش حضروا هاد المدينة. سي يوسف، واحد السؤال كيطرحوا عامة الناس وبغاو يعرفوا، واش المساحة اللي تمت بها المبادلة واش هي نفس المساحة ولا كاين فرق؟ بالرغم من أنه الموقع راه فرق شاسع، هذا موقع استراتيجي والآخر موقع يلاه في طور يعني التوسع ديال المدينة في هذاك الاتجاه، واش المساحة نفس هي؟ لا ماشي نفس المعنى، هذيك 3 هكتار وهذه ماشي 6000 متر، واللي خطرنا نمشيو زيد على كاع واحد 2000 متر واش ديال المحطة ديال الطاكسيات، ولكن اللي خاطر ماشي هو هذا الشيء، راه عطيناه 3 هكتار دار فيها لوتيسمون ديالو، اون بارتي دار فيها لوتيسمون وان بارتي دابا غيروها اللي في التصميم حتى هي كانت هي قدام المحطة الطرقية في قرب الكليات، كانت هي عبارة عن مناطق خضراء. ودابا في التصميم التهيئه الحالي قالوا راه غيروها لي ودابا تاي غادي نجهز فيها. اللي خاطر شنو هو كيقولوا ديك المثال اللي كيقولوا بعد زيد في ما عرفتش كيف تقول العربيه ديك عنده فيل زيدوا فيل، اللي ما عنده فيل زيدوا فيلا، انهم عطاوه ربح موطئ الى في المحطه الارض المحطه القديمه وزادوه دابا محطه البنزين وزادوه ارض. ما عرفتش هاد الناس هاد واش عرفتي محطه البنزين باش دايره باش كتسواها؟ خليل قال لك راه المراسم كتمنع ان دار محطه البنزين في الوسط الحضاري. كاين مقرر ديال المجلس كاين دوري المجلس الاول ان تبنى داخل المدار الحضري تكون محطه البنزين. هذا الشيء بغينا نعرفوا شكون هاد السيد اللي استمد هاد القوه باش وصل لهذا الشيء. واش كاين شي ناس كتجري في خفاء